فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة إذا صلت في بيتها أن تصلي دون إقامة للصلاة؟ المرأة لا تقيم الصلاة لا في بيتها ولا خارج بيتها، ما عليها إقامة. الأذان والإقامة من خصائص الرجال. نعم، يعني ما ورد أن النساء تؤذن. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.